حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. مساء الخير أستاذ سلمان، نشكرك على قبولك الدعوة وتواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. لا شك أن ميثاق العمل الوطني يعتبر فتح جديد لتاريخ مملكة البحرين، ويعني مثل انطلاقة لجملة من الإنجازات طالت مختلف المجالات، ولعل يعني حريات الفردية والعامة هو جزء أصيل وشغل حيزا كبيرا في ميثاق العمل الوطني والممارسة أيضا بعد أقرار هذا الميثاق. فكيف يعني رسخ ميثاق العمل الوطني الحريات الفردية والعامة في المملكة البحرين؟ بداية شكرا على الاستضافة وتحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا اليوم واحنا نتكلم عن ميثاق العمل الوطني، احنا نتكلم عن ميثاق العمل الوطني الذي اسس الأرضية الصلبة لانطلاق مشروع سيدي جلالة الملك الديمقراطي. اليوم احنا واحنا نجلس في هذه الجلسة نقطف ثمار هذا المشروع. اما ما يتعلق بسؤالك، نعم، ميثاق العمل الوطني أسس دعائم رئيسية للحقوق، وراح نوجزها في ثلاثة محاور. المحور الأولي ألا وهو الحقوق الفردية ويتعلق بالحقوق الشخصية، والحقوق الشخصية هي اللي طبعا تتمثل في حرية العقيدة، حرية النشر، حرية التعبير، وكذلك التوازن، وكذلك بجانب التوازن تكافؤ الفرص. ولكن هذا هم احنا نقدر نقولها كمتابعين او نعمل على رصد حقوق الانسان، لها تبعات ولها ترابط وامتداد. فاذا احنا نربط حقوق الفرد كذلك بالجماعات. حقوق اذا جينا بنتكلم حتى عن حقوق الجماعات اللي هي ترتبط بحقوق الفرد، تتمثل في حقوق الجماعات طبعا في الاقتراع المباشر حق الانتخابات سواء كانت النيابيه او البلديه، والرقابه كذلك، والرقابة المباشرة من خلال البرلمان. هذا هي حقوق صحيح فردية، ولكن تشكل في مجملها بتشكيل جماعي. كذلك بجانب الحقوق اللي تطرقنا لها طبعا حقوق الجماعات، لا ننسى ان احنا نشير حق التوازن بين الحقوق. مملكة البحرين وهي تأسس وتأطر حق حقوق الإنسان من خلال ميثاق العمل الوطني، إلا أنها لم تغفل عن تأسيس أو وضع مؤسسات دستورية تكون حامية وداعمة لحقوق الإنسان. خلنا احنا نشير على سبيل المثال، على سبيل المثال احنا نقدر نقول امتداد حقوق الأفراد والجماعات اللي هي تمثلت طبعا في المساءلة عبر ديوان الرقابة المالية، وكذلك إبراء الذمة المالية، وكذلك من خلال محاكم عادلة سواء كانت محاكم مدنية أو القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمحكمة الدستورية. كل هذه الدعامات هي تدعم ما انطلق منه ميثاق العمل الوطني، ألا وهو تأسيس حقوق الأفراد والجماعات من خلال هذه المؤسسات. نعم أستاذ سلمان، يعني لعلنا الآن نعيش في الذكرى 19 لإقرار ميثاق العمل الوطني، كانت مرحلة تأسيس لجملة من المؤسسات والنظم والتشريعات التي على ضوءها مضت مملكة البحرين وهي تمضي الآن بالقيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله في طريق الخير والازدهار. نحن الآن نمارس ممارسة على أرض الواقع، لعلنا تجاوزنا مرحلة المشروع الإصلاحي إلى مرحلة ممارسة حقيقية للديمقراطية والاعتدال والوسطية في الممارسة السياسية والممارسة الاجتماعية أيضا، نعم، بكل ازدهار ورخاء وتقدم. كيف تقيم هذه المرحلة 19 عاما من التأسيس، والآن يعني انطلقنا من التأسيس إلى مرحلة الممارسة الفعلية على أرض الواقع؟ شكرا، سؤالك جدا مهم. انطلق المشروع الإصلاحي وإحنا إذا حددنا له عمر 19 سنة، يعني
الشخص اللي كان عمره 5 سنوات اليوم عمره 24 سنة. اليوم احنا مقبلين على جيل جديد، جيل فتح عيونه على مشروع سيدي جلالة الملك. اليوم احنا نفتخر بمؤسساتنا الدستورية، اليوم احنا نفاخر بمجلس النواب وهو يقوم بدوره الرقابي والتشريعي، كذلك نفاخر بالمؤسسات الدستورية. اليوم اصبحت المؤسسات الدستورية هي بيوت خبرة، مثل يعني لو بقولها بس فقط على عجالة على سبيل المثال، المجلس الأعلى للمرأة على سبيل المثال، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، كل هذه المؤسسات، لا تنسى اللجنة الوطنية لمتابعة تقرير المجلس، مجلس حقوق الإنسان، كل هذه المؤسسات تم تأسيسها لدعم المشروع الإصلاحي وكذلك نقطف ثمارها في هذا الوقت اللي احنا فيه. نعم، الأستاذ سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقي ومستقلون، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة وتواجدك. شكرا فضلك.